السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لقي 4 أشخاص حتفهم اليوم السبت في حادث مرور خطير تمثل في اصطدام بين شاحنة لنقل السكر بحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 11 والمؤدي من مستغانمة إلى ولاية وهران. وفي هذا السياق وقع الحادث في حدود الساعة 1 زوالا بالطريق الوطني رقم 11 والمؤدي من مستغانم باتجاه وهران، حيث تمثل في اصطدام بين شاحنة 20 طن كانت تحمل على متنها مادة السكر وحافلة لنقل المسافرين. وحسب مصادر محلية بعين المكان، أسفر هذا الحادث في حصيلته الأولية عن وفاة 4 أشخاص تم إجلاؤهم كانوا محصورين داخل الحافلة، وإنقاذ 3 آخرين كانوا فاقدين للوعي تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.